كان رصد مصر بترصد النهارده قصر ثقافه طارم مع مدير القصر استاذ حسان. هيعرفنا على قصر الثقافه عن قرب. النهارده في قصر ثقافه طارم الذي افتتح في ديسمبر 2013 هنخش القصر طبعا كده وهنتفقد معبد القصر من الداخل. ماشي يا فندم. طب احنا عايزين نعرف نشاط القصر يعني في ظل الكورونا والظروف اللي بتمر بيها مصر حاليا. عايزين نعرف ان حضرتك يعني ايه دلوقتي اللي بيقدمه القصر للناس يعني؟ حاليا احنا شغالين برامج تبع الهيئه العامه لقصور الثقافه تتضمن ورش فنيه، ورش حكي، ومناقشه كتب عشان عندنا منفذ للبيع الكتب، وبنعمل امسيات شعريه زائد ندوات مختلفه ثقافيه ودينيه وعلميه. بيحضر مرتبطين بعدد معين من الناس عشان كورونا احنا بيحضر عندنا الجمهور بنسبة 25% بناء على قرار رئيس الوزراء. 25% يا فندم. وبتعملوا حاجات اونلاين ولا شغالين اونلاين؟ في شك اونلاين يعني اونلاين. شغالين اونلاين وشغالين نشاط في القصر داخل القصر. حضرتك الاول شغالين خارج القصر بس حاليا ايه متوقف النشاط عشان ظروف البلد. ان شاء الله ربنا يرفع الوباء والبلاء يا رب. ان شاء الله يعني في حاجه شهريه، برنامج شهري؟ بنعمل برنامج شهري بناء على خطه سنويه، وبنعمل كل شهر الشغل الموجود. الخطه دي السنويه دي يعني تاثرش بالاحداث ولا لا؟ بنتابع الاحداث، احنا بنتابع الاحداث يعني سواء ثوره يناير سواء المولد النبوي اي مناسبه احنا بنحاول نضغط عليها وبنشتغل عليها. بالتوفيق مع حضرتك المكان. معانا ان هي قاعه الندوات دي بنعمل فيها الندوات والمؤتمرات الكبيره. هنا المكان بيسيع حوالي 80 فرد. بنلقي فيه ندوات دينيه وندوات فلسفيه وندوات علميه زائد الامسيات الشعريه. هو المكان تحفة معمارية بصراحة يعني. مكان جميل بجد. هنا عندنا المرسم بيحتوي زي ما انتم شايفين حضراتكم طبعا على لوحات فنية من مختلف فنانين. وهنا عندنا يعني بعض السياح الأجانب بيجونا هنا، حتى في سائح جانا اسمه خوفو غلاسي من ألمانيا فأهدانا الصور للجرمة الجديدة القرمة القديمة بعد ما تهجرت. دي صور اهداها لنا سائح من السياح الالمان اسمه خوفو غلاسي اللي هو كان رسمها هو بخط يده بالقلم وكان مقتبس بعض الصور طبعا الحقيقية منه. يعني هو سائح بنفسه عمل رسم الرسومات الحلوة دي واداها للقصر طبعا. واصر ان هي تقعد معرض دائم، واحنا اخذنا موافقة رئيس الاقليم يوميتها كان الاستاذ سعد فوافق بيها وتمت عرضها للجمهور. حتى الجمهور يعني مبهور بيها، حتى ناس الجرنة القديمة بيجي يتفرجوا عليها بيقول يعني احنا ما كناش شايفين الالوان دي. هي حقيقة يعني الجرنة القديمة والجديدة دي يعني اكيد يبقى مزار سياحي هنا طبعا عندنا لوحات بنعملها من السيراميك. هنا بيعملها الفنانين الموجودين في قسم ثقافة الطارف اللي هو قسم الفنون التشكيلية. هنا عندنا كانت ورشة نحت للأطفال. يا فندم هو الرسم الرسام بيجي هنا ولا بيشتغلها في البيت ولا بيجي يشتغلها في نفس القصر؟ بيجي هنا عندنا وفي ناس بتجيب لوحات فاحنا بنعرضها. خاصة الأطفال برضه ليهم لوحات جميلة عندنا. هنا كان عندنا ورشة فنون تشكيلية النحت اللي هي تمتاز بمدينة الجرمة بالذات خاصة فن المتوسطة. يومها حضر حافظ وحاضر وزير الثقافة الدكتور سامر عرب والدكتور الكاتب الشاعر الأستاذ حلم النمنم حضر يعني وشاف الشغل وأبدوا إعجابهم يعني بالمكان عامة. المكان ساحر جد يعني تحفة معمارية جميلة تشرف أهل الأقصر كلها وتشرفوا محافظة الأقصر وتشرف مصر كلها. مصر عرايس هنا دايما مستمرة بالذات للأطفال من مختلف القصص والعلمية والفنية ويعني مختلفة جدا. كل الحاجة بنعملها عندنا هنا إن شاء الله. هنا عندنا المكان رائع أهو تحفة معمارية يتسم بيها
قصر ثقافة ضرب. عندنا برضه هنا مكتبة للطفل خاصة للطفل. دي مكتبة الطفل. دي مكتبة الطفل بقصر ثقافة طارق. تجمع بين الكتب العلمية والفنية وجميع يعني جميع العلوم. وعندكم أطفال موهوبين و... في الشعر وفي الرسم وفي الغناء. بيحصدوا على جوائز؟ طبعا عندنا هنا احنا بنعمل جوائز مادية وجوائز عينية. عينية؟ دي مفتوحة لكل أطفال ال مفتوحة فترتين الجورنة صباحية وفترة مسائية لجميع الناس كلها يعني الناس كلها مش الأطفال بس لا لا يعني لن يقتصر على الجورنة بس. تحفة معمارية. عندنا هنا برضه فصل تعليمي. فصل تعليمي اهو. فصل تعليمي لمحو الاميه وتعليم الكبار. كنا متعاقدين مفاعل يا فندم. مفاعل طبعا وشغال حاليا زي ما انت شايف حضرتك يعني الكراسي مجهزه السبوره زي المدرب متخصص بيدي يعني المحو الاميه وزي مجلس المدينه متعاون معانا بيدي شهادات محو اميه للناس اللي بتشتغل معانا هنا. ده هو كده ملم بكل حاجه بصراحه. فصل و تعليم الكبار. هنا عندنا ده المسرح اللي تشوف زي ما انتم شايفين كده المسرح اللي تشوف كده عملنا قدمنا هنا ما يقرب من حوالي 8 مسرحيات منذ افتتاح القصر زائد 5 مسرحيات قبل الافتتاح برضو كانت غير معتمده وهنا معتمده فرقه قصر ثقافه الطارف ليها شريحه مسرحيه المسرح المكشوف. في نوادي مسرح وفي شريحه اساسيه للمسرح كل سنه بتيجي من هيئة قصور الثقافة. رائع. في النشاط اللي فوق ده مبني ايه يا فندم؟ ده الدور الثاني يحتوي على مكتبة عامة اللي هي مكتبة الشباب ونادي التكنولوجيا وزاد قاعة للفنون التشكيلية. هنطلع نشوفها دلوقتي إن شاء الله. اتفضل. القصر اهو والجورن اهي. هنا الاسر هنا بتقعد تتفرج على المسرحيات يعني واحد مع زوجته واولاده بعيدا عن قد المسرح الأسر. من فوق اهو. شوف المكتبة العامة. هذه المكتبة العامة تحتوي على حوالي 10 ما يقرب على 10,000 كتاب مختلفة الأنواع ومقسم على تقسيم أو تصنيف دي والعشري لأنه هو أسهل التقسيمات والتصنيفات. يبدأ من معارف عامة وفلسفة وديانات وعلوم اجتماعية وعلوم بحتة ولغات وعلوم تطبيقية. دي مكتبة عامة؟ مكتبة عامة فيها مختلف الكتب. مفهرسة ومصنفة يعني جيدا جدا جدا. بنقدم وسيلة ان احنا بنجمع الكتاب للقارئ بنحاول نساعد قدر الامكان. المكتب دي اي حد ممكن يبقى عايز يطلع على اي حد يخشها. علوم ادب ناس كتير بتيجي تعمل ابحاث عندنا هنا ورسائل دكتوراه وماجستير
وطلبة المدارس. يعني القصر مفعل وشغال، خاصة المكتبة شغالة هنا على طول. المكتبة شغالة. تقريبا هو القصر كله شغال. الحمد لله. بس بنسبة 25% عشان تعليمات. ظروف البلد يعني حاليا متخذين الإجراءات الوقائية والاحترازية كما قال رئيس الوزراء. هنا عندنا برضو مصدر، احنا نتمنى يعني نناشد المسؤولين في وزارة الثقافة والمسؤولين عامة ان هم يعني يعملون نادي تكنولوجيا متخصص وكبير معتمد ويوصلون لشبكة الانترنت. يعني شبكة الانترنت مش موجودة؟ لا مش موجودة. لا. يعني هو تقريبا النادي مش مفعل. لا، اربع اجهزة عندنا منذ افتتاح القصر من اول ما استلمناه من صندوق التنمية الثقافية. وما حاولتوش تناشدوا المسؤولين والمحافظ ان هو يبقى في نت هنا؟ نتمنى في المستقبل خيرا ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا بنشكر حضرتك، احنا مش بس حسان مدير القصر على المجهود الرائع اللي هو قام بيه للاستمراريه في الظروف اللي راهنا او كورونا احنا نزلنا معاه. اطفالنا التانيين برضه دي هي صاله الالعاب والفنون التشكيليه والعاب الغزل زي ما انتم شايفين حضراتكم زي كده. بصوا يعني اهو الشغل يمين وشمال، اهو حضراتكم الالعاب دي بتنمي مهارات الطفل، بنحاول كده نلخبطها كده والطفل يبتدي ايه يركبها هو. طب يا فندم في حاجه للطفل المعاق في القصر؟ احنا مهتمين جدا بيه الطفل المعاق ده، ليه ندوات، كم ندوات كبيره جدا عندنا هنا. يعني بتجمعوهم تعمل لهم ندوات؟ طبعا عندنا الجمعيات الاهليه فيها اطفال معاقين اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه بيجوا هنا وبنعمل ندوات لهم، بنحاول نعرف. مفيش مركز للتخاطب هنا موجود لسه؟ لا هنا حاليا لا، حاليا لا. بتفكروا تعملوا؟ طبعا اكيد في المستقبل طبعا تبع الخطه طبعا معانا ان شاء الله اللي موجود في الخطه يعني. طبعا بس احنا مهتمين جدا بيهم ذوي القدرات الخاصه. طب يا فندم بيشتغلوا يعني الاطفال دول ممكن يطلع منهم؟ احنا عارفين ان هم موهوبين اكيد يعني، وده احنا كثقافيين بنقدر نختار او بنطلع الموهبه بتاعت الطفل. عندك طفل؟ عندنا اطفال كتير هنا بيه موهوبين مترددين طبعا في العاب وفي رسم. احنا عندنا اطفال يعني في الغناء سبحان الله، ما ربنا في الغناء ربنا خد منهم السمع ولكن عندي صوت حنجره ذهبيه بصراحه، ولذلك احنا بنحاول نرعاهم يعني قدر الامكان على قد ما نقدر، يعني بنحاول ننمي موهبتهم لان هم شركاء معانا. اكيد 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 هم لهم مكانه برضه. وانا احنا بنشكر حضرتك يا فندم على المجهود الغير عادي اللي حضرتك بتقوم بيه ان شاء الله، وبنتمنى ان ان شاء الله يبقى في ازدهار وفي ربنا يرفع الوباء والبلاء يا رب يا فندم. ان شاء الله يعود الانشطه يا رب يا فندم. قبل كده عملنا حاجه اسمها ثقافه بلا جدران، كنا بنطلع خارج القصر بالكاست كله يعني فريق العمل كان معي فريق عمل يعني كويس، وبنشتغل بره القصر. كنا بنطلع الشواطئ، عملنا ندوات ومحاضرات في معدية الاهالي، عملنا اشتغلنا على الكتاتيب، اشتغلنا على المدارس بره ومراكز الشباب، كنا بنعمل امسيات وورش وكل حاجه. يعني كنا شغالين بجميع الانشطه خارج القصر اللي هي كانت تسمى مبادره ثقافه بلا جدران، والحمد لله يعني نجحنا فيها ان شاء الله الحمد لله. شكرا يا فندم من حضرتك، مالك التوفيق باذن الله، والقصر ان شاء الله بالتوفيق يا فندم.